كل المبادرات او كل الرؤيه المستقبليه في هذه المبادرات كانت مهمه جدا. حاجه مهمه جدا برضو حضرتك يعني بتتابعها بشكل يومي وبشكل شهري والدعم فيها لا نهائي، وهقول القصه، قوائم الانتظار والعلاج على نفقه الدوله. الجارديان نشرت مقاله على الان اتش اس في انجلترا وقالت ان احنا بنسجل 7 مليون مواطن مستنين علاج على نفقه الدوله في الان اتش اس، نظام التامين البريطاني، وقوائم الانتظار، وهناك نقد شديد من الدوله لان طبعا هناك ضرائب جامده جدا في هذا المجال، وبالتالي الدوله بتعاني من طول قوائم الانتظار. ممكن مريض لعمليات قلب يعني غير طارئه ينتظر 6 شهور، ينتظر 4 شهور، عمليات خاصه بتغيير مفاصل ممكن ينتظر سنه وسنه ونص. احنا بنتكلم على فين؟ في المملكه المتحده. مبادره من 18 سيادة الرئيس أطلقها، وهي ما بحبش أقول القضاء على قوائم الانتظار، إنها لن تنتهي قوائم الانتظار. طبعا سيادة الرئيس عنده قصة في هذا الموضوع، عند عرض الموضوع في بدايته كان كام، وانتهينا النهاردة إن إحنا بقى عندنا 2.1 مليون خدمة ومليون وسبعة من عشرة مليون إجراء جراحي ب 15.8 مليار جنيه. من إمتى؟ من 18 للنهاردة، ده مش فترة كبيرة، لكن العائد بتاعها كبير جدا. والانتظار اللي سيادة الرئيس بيقول انا عايز اعرف المريض اللي عنده قلب محتاج عمليه او محتاج قسطره او محتاج تدخل جراحي في علاج اورام او مخ واعصاب او قوقعه أو بيستنى قد ايه. وهنا المتابعه ان احنا بنحاول نقلل من فترات الانتظار. وصلنا طبعا قبل الازمه الاخيره الى 3 اسابيع واربع اسابيع حد اقصى، ونروح دايما واحنا عندنا ضائقه ماليه مع سيادة الرئيس. ودولة الرئيس طبعا عارف برضو ان لما بنروح مع سيادة الرئيس ببقى انا من الناس اللي بحاول يعني اطلع باكبر مكاسب ممكنة يعني للشغل ولكرم سيادة الرئيس او طمعا في هذا الموضوع. لا هو مش كرم يا خالد، هو مش كرم، ده حق الناس وحق العمل. وانا عارف ان الموازنة بتاعت الحكومة ليها حدود، واللي انا بجيبه من برضو عشان الناس تبقى سامعة وفاهمة، انا بجيب مثلا من وعاء زي وعاء تحيا مصر يا خالد وقناة سويس يا فندم. وانا ما انا هقول يعني هقول برضو ده لما بوضحها للناس، فرصتنا دلوقتي الناس تعرف ليه احنا حريصين على ان احنا يبقى عندنا صناديق نقدر يعني نجمع فيها اموال، والاموال دي تستثمر والعوائد بتاعتها يستفاد منها في موضوع زي اللي انت عرضته عليا من كام شهر وقلت لي محتاج مليار، وقلنا من تحيا مصر، وقلنا من صندوق هيئة قناة السويس. كتير بقى له ايه الصندوق بتاع هيئة قناة السويس ده؟ ازاي يعني؟ مش كده يا دكتور؟ يا جماعة انا يعني هي افكار، لو قلت لو انا اديت الفلوس كلها للدكتور معيد ولا ادي كده 10 مرات. مش كده يا دكتور؟ والله صحيح اللي حدهوله خلاص. طب ما لو كان بيدي كان اداك، هو بيديك اللي ليك يعني. فالفكره كلها ان احنا يا خالد، وبقولها للناس في مصر حتى للناس اللي هي بتسمعني دلوقتي، انا عمري ما اتكلمت على الصندوق ده وقلت للناس اذا كنتوا عايزين يعني تقدموا حاجه لبلدكم، الصندوق ده بيقوم بدور كبير قوي، بس احنا ما بنتكلمش عنه كتير. صندوق تحيا مصر بيقوم بدور يعني في اي حاجه بيتم نتزنق فيها نقول خدوا من الصندوق مليار او اتنين. بالمناسبه الفلوس اللي موجوده في الصناديق دي تحت اشراف مباشر لمين؟ الجهاز المركزي. لا انا